السلام على رسول الله. بإذن الله تعالى يعني نطبق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التطبيق لصفة الصلاة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك يعني كان حال السلف رضوان الله عليهم، وكذلك من قبل يعني الخلفاء الراشدين كانوا يصنعون هذا، على ما سيأتي معنا كذلك في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني عندما يأتي يصلي يستقبل القبلة، نحن نعتبر هذا الأخ الآن مستقبل القبلة، يتخذ سترة، يصلي المستقبل، يصلي أحسن الله. طيب، مثل ما قلنا يستقبل القبلة، يتخذ سترة. أقل ما يكون في اتخاذ السترة أنها سنة مؤكدة، هذا أقل ما يقال فيه. فهو يتخذ سترة، شيء مرتفع. مثال الآن نريد أن نضع هذه. طيب، أدر، ثلاثة أدرة بينه وبين السترة. ما فائدة السترة؟ فائدة السترة أنه لو مرت مرأة من هنا وهو متخذ للسترة تقطع عليه الصلاة. ومن العلماء من يقول أنه إذا اتخذ السترة حتى لو مرت هنا من بين يديه لا تنقطع الصلاة، وهذا يبين فضل السترة وثمرة وجود السترة. الاستقامة بالنسبة للرجلين يجعل الرجلين على استقامة البدن، ولا يجعل أنا أي منفردة هكذا مفتوحة أو مضمومة أو هكذا، يجعلها على استقامة البدن. النظر دائما في الصلاة يكون إلى موضع السجود، على ما سيأتي معنا أنه في التشهد ينظر إلى إصبع السباب. طيب، يستقبل القبلة ثم يقف، ثم بعد هذا يرفع اليدين ممدودة الأصابع مضمومة حذو الأذنين أو حذو المنكبين. أرفع شوية حذو الأذنين. هل يمس شحمة الأذنين؟ لا، حذو الأذنين أو حذو المنكبين، هذا التكبير الصحيح. الخطأ الآن يطبق هو يفرج بين الأصابع، يمس الشحمة، يكبر مثلا حذو السرة أسفل. أي نعم. طيب، ثم بعد هذا عندما يرفع اليدين يقول مع هذا الله أكبر، ويصح أن يجعل التكبير مع الرفع أو قبل أو بعد، لا إشكال. يعني يقول الله أكبر مع اليدين أو قبل أو بعد، ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا هو الوضع، وهكذا هو القبر. أما أن لا يضع يديه بالكلية يسدل، أو يضع اليدين على الخاصرة أو على السرة أو على القلب أو على أعلى ما أعلى رقبة. نعم. طيب، بعد هذا ماذا يصنع؟ يقول دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ
ويبسمل ويقرأ الفاتحة كاملة، ثم بعد هذا يؤمن. ذكرنا في الدرس الماضي أن قراءة الفاتحة ركن في السرية وفي الجهرية. نعم، فإذا كان يقرأ الإمام الفاتحة تستمع لقراءة الإمام وتؤمن بعد الإمام، ثم بعد هذا تقرأ الفاتحة. الآن يقرأ الفاتحة، لكن قبل قراءة الفاتحة يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة كاملة، ثم بعد هذا يؤمن. إذا أراد أن يقرأ سورة، وقلنا قراءة السورة سنة حتى في الثلاثية والرباعية، في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ. طيب، إذا أراد أن يبتدئ من أول السورة، يقرأ من سورة الإخلاص مثلا، ماذا يقول؟ يستعيد لا يستعيد؟ يبسمل؟ نعم يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. وإذا أراد أن يقرأ مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه، يقرأ مباشرة بلا استعادة ولا بسملة. فإذا فرغ من القراءة سكت هنيا، يعني يسكت سكتة لطيفة خفيفة. السكتات هنا، السكتة الأولى تكون بين التكبير والقراءة عند الإمام في الجهرية، بين التكبير والقراءة. ماذا يصنع في هذه السكتة؟ يقرأ دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية إذا انتهى من القراءة يفصل بين القراءة وبين تكبيرة الركوع. إذا كم سكتة عندنا؟ سكتة لدعاء الاستفتاح، والسكتة إذا انتهى من كل القراءة وأراد الركوع. أما أن يسكت بين الفاتحة والسورة، هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم بعد هذا كذلك يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين قائلا الله أكبر ويرفع. الركوع لا بد فيه على ما ذكرنا من أن يكون الرأس مع الظهر في مستوى واحد، حتى لو صب عليه ماء لاستقر. اليد عندما يضعها على الركبة باطن الكفين على الركبة كالقابض عليها، اليد هنا لا تنثني هنا من المفصل، لا تثني. هذا إذا ثنى اليد هنا انثنى الظهر، فتكون يعني هكذا على استقامة ولا يطأطأ الرأس، يعني لا يصلح أن يطأطأ الرأس هكذا أو يرفع الرأس، وبهذا يكون ينظر إلى موضع السجود. يقول في حال الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا، ويزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين الركوع الآن وبين القيام مع رفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده، هكذا سمع الله لمن حمده. بعض الناس هدانا الله إياه يقول سمع الله لمن حمده متى؟ عندما ينتصب قائما، وهذا لا يصح، لأن سمع الله لمن حمده هنا في هذا الركن مكان تكبيرة الانتقال، يعني بين الركوع الآن وبين الرفع يرفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده. إذا استتب قائما يقول ربنا ولك الحمد، نعم، ويزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يسجد على الأعضاء السبعة. عندنا إشكال تقدم المسائل التي اختلف فيها علماء أهل السنة والجماعة، كأن يقول ينزل على اليدين أو ينزل على ركبتين. تقدمت هذه المسألة وقلنا أن الطالب لو أراد أن يبحث الآن في هذه المسألة والأدلة وما إلى ذلك لا يستطيع الترجيح لقلة الآلات لديه، فماذا يصنع؟ يبحث عن إمام عالم رباني يثق في دينه وعلمه، أخذ بقوله كالأكل من الميتة إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. يسجد على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف عضو واحد، ثم باطن الكفين، ثم الركبتين، ثم باطن أصابع الرجلين. والإشكال أكثر ما يكون في السجود، يعني لابد أن يكون باطن أصابع الرجلين على الأرض هكذا. البعض هدانا الله إياه إما أن يضع الأصابع يعني من فوق على الأرض
ظاهر الأصابع على الأرض هكذا، أو يضع رجل فوق أخرى، أو يرفع أحيانا. نعم، فيضع باطن أصابع الرجلين على الأرض ويرص عقبين. إذا لم تستطع يعني صنع هذا، ماذا تصنع؟ كما صنع الأخ، يعني تجلس هكذا تتدرب على وضع باطن أصابع الرجلين على الأرض هكذا تجلس، ثم لا تغير يعني وضع الأصابع وتسجد. وضع اليدين هنا الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين. البعض يظن أن المجافاة تكون في وضع اليدين على الكفين على الأرض فيجافي بهذه الطريقة، هذه الطريقة خطأ. يجعل باطن الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، ثم بعد هذا يجافي. يجافي بين أشياء ثلاثة، هذا الموضع الأول بين إبطيه، الموضع الثاني بين الفخذ والبطن، والموضع الثالث بين الفخذ والساق. ثلاث مواضع، مفهوم؟ نعم. أحيانا يمتد البعض في السجود حتى يعني تراه كأنه يعني نائم، هذا لا يصح. نعم. طيب، ثم بعد هذا يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض. نعم. طيب، أما وضع اليدين، يضع الكفين على نهاية الفخذين. نعم، وينظر إلى سجود، يقول هنا رب اغفر لي، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهذا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات والعلو في الصفات. ثم بعد هذا يسجد السجدة الثانية، ثم بعد هذا يقوم إلى الركعة الثانية، يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام، وليس فيها دعاء استفتاح. وكذلك هناك من العلماء يقول يكفيه الاستعاذة في الركعة الأولى، لأن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة. وكذلك الثانية في الأصل تكون أخف من الأولى. نعم. طيب، هذا ما يصنع في الركعة الثانية، ثم في الركعة الثانية يجلس للتشهد. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كصلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، ماذا يصنع؟ بعد أن يتشهد التشهد الأول يقوم إلى الركعة الثالثة، يقوم إلى الركعة الثالثة، يأتي بالثالثة إذا كانت ثلاثية، ثم يتوضأ. إذا في صلاة المغرب وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء يتوضأ. التبرك بأن يخرج رجله اليسرى أسفل من أسفل الساق، ساق الرجل اليمنى، ويجعل اليمنى منصوبة هكذا وأصابع اليمنى إلى القبلة. هذه الصفة. لكن هنا بالنسبة لليد اليسرى يقبض بها على ركبته اليسرى، ثم يشير بإصبعه، يقرأ التشهد التحيات لله والصلوات، ثم بعد هذا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يستعيذ بالله من أربع، ثم بعد هذا يدعو بما أحب، والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. إن فعل ما يفعل بعض الجهال هدانا الله إياه من تحريك الأيادي أو الضرب بها، أو أنه مثلا قلنا يلتفت أحيانا عن القبلة في السلام، أو أنه يرفع الرأس ويقطع الرأس عندما يسلم هكذا، هذا كله من أخطاء المصلين. طيب، طيب، بعد هذا بعد صلاة الفريضة يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، نعم، جزاك الله خير.